عيد ميلاد كمان ابو تريكه، نجم كبير واسطوره من اساطير الكره المصريه طبعا والنادي الاهلي، وحفر تاريخ عظيم جدا جدا مع المنتخب ومع النادي الاهلي. بص، الاهلي دايما بيحتفي بكل حد كان ليه بصمه معاه، كل حد كان ليه دور معاه، وابو تريكه يعني من الناس اللي لهم بصمه كبيره جدا مع النادي الاهلي. في كل مكان تجد ابو تريكه، ابو فعلا. تريكه يعني خطف قلوب جماهير الاهلي واظل محفور جواهم، واحد من الاساطير اللي موجوده في كره القدم، ليس في النادي الاهلي فقط ولكن في مصر كلها. بنقول له كل سنه وانت طيب، يا ماجيكو يا ساحر القلوب، يا تريكه يا محترم كره قدم، كنت نجم كبير فيها وانجزت للاهلي وللمنتخب مصر، فعلا. اسعدت جماهير مصر كلها واسعدت جماهير الاهلي. فيعني عمر سعيد وسنه جديده ان شاء الله بيدخل عام 41. نجم كبير ابو تريكه، اهداف عظيمه في الحقيقه جابها مع النادي الاهلي. يعني دي بعض الاهداف في الزمالك، هم تقريبا 13 هدف جابهم في الزمالك على ما اتذكر، هذا طبعا وهو لاعب حفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي هو الاهلي وفي مسجل مع النادي المنتخبات. الاهلي 128 هدف، ما شاء الله. كان ليه 28 هدف مع الترسانه قبل كده ما انضم عليهم، لعب مع النادي الاهلي 304 مباريات، يعني تاريخ طويل جدا من اللعب داخل نادي المئة، مسجل اكتر من 100 هدف في الدوري، فطبعا حاجه عظيمه جدا. فاز بكل البطولات، يعني خد كل حاجه مع النادي خد الاهلي طبعا. الدوري وكاس مصر والسوبر المصري والسوبر الافريقي ودوري ابطال افريقيا وكاس امم افريقيه وبرونزيه كاس العالم للانديه وهداف كاس العالم للانديه واللاعب الاكثر شعبيه في العالم، المفروض احسن لاعب في كاس العالم للانديه، بس من جانب تصويت ادوار طبعا يعني رونالدينيو لو تفتكر في 2006، وجاب ايه وده شارك في الاولمبياد على فكره في لندن 2012، وشارك في كاس القارات. لا تاريخ كبير طبعا. تمام، ابو تريكه كل سنه وهو طيب هو وعبال مليون سنه باذن الله يا تعالى. رب يا رب.